尔滨融创乐园冰雪奇缘。今天冰雪奇缘的开放时间为上午的11:30至晚21:30。哈尔滨融创乐园冰雪奇缘是由融创集团全息升级打造的集冰灯雪景游乐互动国际营地特色餐饮营地大型冰雪互动乐园。哈尔滨融创乐园设有奇特之景مكان روعة بصراحة، يشوفون لاعبين لعب بالثلج. طبعا هاي الفعاليات كل سنة في هارفرد يسوونها. احنا مكعبات الثلج قلنا مو مشكلة، بس الثلج يصبغونه هذا الشيء العجيب صراحة. شلون احنا صبغ على الطوفة وسقمة ويطير لونه. طيب يا جماعة والله هذا صبغ، شوف حطيت صبعي دمرني، شوف مسحتني، شوف هذا كله صبغ صابغين في الثلج ومتماسك. شوفوا الشيء العجيب يا جماعة، هاي كلها الألعاب هني مسوينها، راح تنصدمون حين أقول لكم شو مسوينها. شوف حتى هناك في دبابة على سيارة قاعد يسوقون فيها هني يلعبون. هذا هني شوف السيارات هني هم حق الأهالي هني على كهرباء. هذا كله على نهر متجمد، شوف هذا النهر، شوف شوف يبين شفاف، هذا كله نهر متجمد فاصل بين المول وبين العمارات اللي هناك سور ثاني الجهة الثانية هناك. شيء عجيب شيء عجيب.
شفته هذا.